مشاركة السنة دي في معرض ديارنا، هم مشاركين السنة دي في معرض ديارنا بمنتجات سينوية مميزة، منها شغل التطريز على الجلود، شغل كليم يدوي، ده غير كمان في شنط ومفارش مطرزة بالتطريز السيناوي المميز الجميل، كلها مصنوعة بأيادي ستات سينويات عظماء. هي معانا النهاردة على التليفون وهتحكي لنا أكتر عن منتجات سينا اللي مشاركة في معرض ديارنا. بنرحب بيكي، مساء الخير مهندسة حنان مقيبل. نور يا فندم، اهلا بيكي منورانا. الله يخليك، نور بقى. حمستونا ان احنا يعني نروح ونشوف المنتجات، وعايزين نعرف ايه السنه دي مشاركين بيه تحديدا من الجمعيه تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه في بئر العبد. والله احنا السنه دي تعتبر مش اول سنه نشارك، احنا يمكن لنا 5 سنوات بنشارك في اكبر معرض، معرض ديارنا. احنا اكبر معرضين يعتبروا في القاهره بيقاموا معرض ديارنا ومعرض تراثنا. معرض ديارنا باشراف وزاره التضامن الاجتماعي، بيكون في عدد كبير من العارضين، معانا منتجات من مختلف المحافظات، كل محافظه بتعبر عن هويتها التراثيه. بتشارك النهارده جمعيه تنميه المشروعات الصغيره وبالتعاون مع جمعيه تنميه المجتمع بالجوره اللي موجوده في الشيخ زويد. احنا بننفذ مشروع اسمه مشروع تعزيز التنميه المستدامه في شمال سيناء. المشروع ده بيغطي كافه مراكز المحافظه، بندي لهم تدريبات للسيدات المعيلات والمهمشات، بندي لهم تدريبات على مهارات رياده الاعمال والمهارات الحرفيه، بالاضافه ان احنا بندي لها مهارات الحرفيه في مجال التطريز السيناوي، وفي مجال الكليم البدوي، وفي مجال تصنيع العجوه والتمور، وفي مجال الخص والجريد والاكسسوارات. حلو، ما شاء الله على كده. اللي بنتميز بيه ان احنا بنعمل الجلود الطبيعيه، بنشتغل على الجلود الطبيعيه، بنعمل تطريز على الجلد الطبيعي نفسه. ما شاء الله. يعني يعني بنعمل الجلد الطبيعي بنخرمه وبنعمل عليه نفس التطريز اللي بنعمله بالغرزه السينويه على على الشالات والعبايات والمنتجات اللي احنا بنشارك بيها. الله، دي حاجات حلوه جدا جدا، بس عايزه اسالك الله. تاني على معرض ديارنا واهميه مشاركتكم فيه، لان انتم مش اول مره تشاركوا، ففكره ان انتم بتبقوا دايما مواظبين ان انتم تشاركوا في معرض ديارنا، ايه اهميته بالنسبه لكم؟ والله احنا اكبر معرضين بنشارك فيهم معرض تراثنا ومعرض ديارنا. معرض ديارنا يعتبر الفرصه، اكبر فرصه لتسويق المنتجات السينويه، لان احنا مخرجات التدريب في المشروع نفسه بيتم تسويقها من خلال هذا المعرض. يعني بكون عندنا كم كبير من المعروضات، سواء الكليم، سواء الجلود الطبيعيه المطرز عليها، سواء منتجات العجوه والتمور، سواء المنتجات اللي هي الخاصه بالتطريز السيناوي اللي هي زي الشالات والعبايات. ما فيش فرصه ان احنا نسوق المنتجات دي الا من خلال معرض ديارنا. تمام. بالاضافه ان احنا بيكون عندنا فرص ثانيه في الاوبن داي وكده، بس دي بتبقى مكلفه لينا اكتر وبتبقى اسعارها عاليه، لكن معرض ديارنا يعني بيبقى يعني السعر بتاعه اهون شويه. ده بالاضافه ان احنا بنيجي طبعا من محافظه شمال سينا، فبنحتاج بدا انتقالات، وبالاضافه الاقامه والعاشه في القاهره. طب يعني باشمهندسه حنان، فرق ازاي المشروعات دي والاشتراك في المعارض دي في حياه السيدات المشاركات باشغال يدويه مختلفه؟ والله احنا بنشتغل على السيدات فئات عمريه من 18 ل 60 سنه. السيدات طبعا خريجات الجامعات والمدارس، بالاضافه للسيدات الكبار اللي قاعدين في البيت. حضرتك عارفه انه ما فيش فرص عمل، ويمكن هنا في القاهره ممكن تشتغل في اي حاجه، لكن في شمال سيناء بيبقى صعب ان هي تطلع من البيت. احنا بنعلمها حرفه بحيث تشتغل في البيت نفسه. تمام. يعني سواء هي بتتعلم مثلا دوره تدريبيه لمده 5 ايام في جمعين، بعد كده هو بتنتقل للبيت تعمل المنتج نفسه وهي قاعده في البيت. وفرق في دخلها بقى؟ طبعا احنا انا في جمعيه تنميه المجتمع بالجوره اخصائيه تمكين المراه، يعني الهدف الرئيسي ان احنا نعمل تمكين اقتصادي للسيدات، نشتغل على التمكين الاقتصادي بحيث كل سيده تبقى قادره من خلال حرفتها ان هي قادره ان هي تصرف على اسرتها او تعول اسرتها. فده بيبقى فارق معاها السيدات، لان حضرتك عارفه الازمه الاقتصاديه العالميه اللي الكل بيعاني منها. السيدات من خلال هذه الحرفه بتقدر تدر دخل عليها يعول بيها اسرتها وتساعد بيها نفسها. هل في مقومات معينه في السيدات اللي بتقبلوهم تبقوا معاكم في الجمعيه؟ بص احنا سيدات شمال سينا بالفطره هم وارثات للتراث نفسه.
فبابا مهنه التطريز نفسه بتتورثها من جيل لجيل، يعني بتبقى عندها من الاول كمان. بالظبط، يعني كل ام بتعلم بنتها حرفه التطريز. فاحنا بنطور بس في المنتج بحيث ان احنا يبقى المنتج عندنا منتج ذو جوده عاليه، منتج يليق بفكره التصدير، ان احنا نصدر المنتجات بتاعتنا لدول العالم. حاجة. لان احنا طبعا المنتج بتاعنا ليه قبول، واحنا كان في بدايه يمكن من حوالي اكثر من 30 سنه كنا بنشتغل على السياحه بشكل كبير، دلوقتي بقينا طبعا نشتغل على القاهره وده اكبر مكان بنسوي فيه منتجاتنا. لكن احنا منتجاتنا بعد التطوير اللي بيحصل لها بقت منتجات ذو جوده عاليه قادره على انها تنافس عالميا في المعارض العالميه. ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله، لان كمان من اهم الحاجات ان احنا نصدر الحاجات اللي هي بتعبر عن بلدنا وعن تراثنا المصري بره مصر كلها، ويبقى موجود ومنتشر في العالم كله، وده طبعا هيدر دخل كبير جدا للدوله. بشكرك جدا المهندسه حنان مقيبل رئيس مجلس اداره جمعيه تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه في بئر عبد العبد في شمال سيناء.